بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس التاسع احنا تناولنا الدرس التاسع راح تناول موضوع الفيديوز، كيف أعمل ريندر لفيديو. بالدرس الثامن تناولنا كيف نعمل كاميرات، يعني ريندر لمشهد اللي هي كاميرا. ناخذها لهون ريندر لموفي. ريندر لموفي نفس المبدأ، راح نلاقي احنا عنه هون شاشة كاملة احنا بنستعرض فيها الشكل. في عندي مجموعة هون بريسيتس او حتى ستس من الموفيز، يعني في عندي كليب 1 2 3 4 لحد ما اوصل في عندي 10، وفي عندي لسه صفحة تانية حبيت نعمل صفحة تانية. هلا في عندي هاي الفيديوهات اللي هي موجودة بالاصل الجاهزة، كان عامل هالمشهد هون مسميه فرونت، هون بقى بيردز اي فلاي داون ان هولوي. خلينا نمسك اي فيديو منهم نحكي له بليه. هذا الفيديو اللي كانت عملته شركة اللوميون، بلاحظ انه بعد ما يخلص الفيديو ما بعمل نيكست، طوالي بنط على ايش بتم نفسه برد بعمله ريبلاي. حبيت امسك الثاني بقدر احكي له انت كمان خد البلاي. بقدر اخذ الثالث واحكي له انت خد لي ايش برضه بلاي، وهيك بتم شغال عليهم لحد ما افهمهم كاملين. انا هذا الفيديو مش عاجبني مثلا people in hallway، مش حابب اني التزم فيه، بقدر بكل بساطة دبل كليك، وهنا هاي دبل كليك ريموف، دعم ريموف لكل الكليبات الموجودة عنا. بلاحظ ان هيك تخلصت من كل الكليبات، صار عندي المشهد شو ماله فاضي. هلا هون لما اجي بيجي بسألني سؤالين، لما اكبس هون بسألني سؤالين، بدك اياني يعني اعمل ريكورد ولا اعمل ايمج ولا موفي فروم فايل؟ اكيد انا بدي اعمل ريكورد لانه الايمج بقدر اجيبها من هون، موفي فروم فايل انا بديش اجيب موفي، انا بدي اعمل ريكورد. فهي الريكورد وبلش بحكي له انا بدي، بحكي له طبعا لما احرك زوم ان وزوم اوت بقدر اعمل اب انزل على الاي وعلى الكيو، بس كل مرة بسأل بحكي لي انه انت قديش ارتفاعك كبني ادم، يعني لو بدي اخذها متر 80 هيك تقريبا، هيك ارتفاع البني ادم تقريبا. هاي الايقونات كلها جديدة بلوميون 6 على فكرة. في عندي هوريزونتال ليفل اي او الاي ليفل، في عندي ست اي ليفل ات 160، اوكي ما عندي مشكلة. خلينا نحكي انه هيك نظرة كبني ادم. بدي احاول ادخل مرة واحدة على الهول واي، بدي احط الكاميرا زي هون، بكبس على تيك فوتو وبتحكم شوي شوي، بحكي له خد لي كمان فريم هون، بدي امشي هون خد لي كمان فريم هون فريم، بدي هون فريم. بعد ما اوصل هون حاب اني الف وجهي، خلينا ناخذ زي هيك تيك فريم، بعدين بدي اخليه يلف وجهه يطلع لبرا. خلص بس هلا هاي مجموعة الصور، بتلاقي اللوميون مباشرة شو عمل فيهم، بدي احكي له صح يعني تشيك ان، بتلاقي اللوميون مباشرة عمل منهم فيديو. لو حكيت له بليه انه بحكي لك في عندي بني ادم كان ماشي من هون تحرك للفريم الثاني اللي اخذنا عنده الصورة، هي هون الفريم الثالث، بعدها رح يبلش يعمل قدام يمشي لقدام موف فورورد، هاي الفريم الرابع مشيت انا هون للفريم الخامس، بعدها رح يلف وجهه لليمين، بعدها. بس انا حاسس انه الفيديو شو ماله كتير بطيء، بقدر اكبس عليه دبل كليك احكي له بدي اياك سرعتك مكان 1x، كنت انت عندي 25 ثانية، خد لي مثلا 2x. مش راح اقدر اكبس عليها مرة واحدة، بتمنى كابس خليها ايش 2x الدبل اله. اوكي شوف كيف بده يصير الوضع عنا هلا، ابطأ وابطأ لسه. هون كان عندي 26 ثانية، هيك انا عملته 51 ثانية. عكس اللوميون القديم مناطو معقول، احنا بالاول كنا نزيد اسمه نزيد السرعة، يعني حسب انه بحكي له 2x يعني بده يصير عندي مكان 26 ثانية بده يصير 13 ثانية، يعني دبل السرعة.
بس انا ضاعفت الهيل مدة الفيديو، فترى راح ابلش انزل فيها اكتر واكتر. هذه 1x بدي اعمل له نص، الله اجت حكيت له بلاي راح الاقي صار عندي هيك اسرع. فانت تقدر تتحكم فيه للفيديو، يكون عندي قديش سرعته، هل هو بالضبط زي ما انت عملته، تقدر انك تعمل مثلا 1.2x 0.8x، هاي هي الارقام عندي المفضلة بالماكس وبكل اشي. بحب اني اضاعف الاشي مثلا مكان مرة و20، يعني 1.2 او 0.8، يعني بتم بالرينج المعقول. حبيت اني اعمل بعد هذا الفيديو كمان فيديو تاني، بقدر احكي له خذ لي كمان ريكورد. هذا الفيديو بدي اياه يكون عندي مشهد داخلي، انه واحد ماشي من هاي المنطقة. والله حلو الماتيريال، هاي تكفته. حبيت اني اطلع لفوق، اطلع كمان زي هيك، كمان طابق، لا هيك بنزل على السطح، ماشي نخدم لقدام، أخذ زي هيك مشهد، وصل لنهاية الكوريدور. هيك بفترض انه خلص بقدر اخذ المشهد بعدد الكاميرات اللي انا بدي اياها واطلع لبرا. حكيت له اوكي، بلاقي المشهد عندي مباشرة لما يجي بدي اعمل بلاي. كان عندي هون الترانزيشن مباشر ارتفع لقدام لفوق، راح ياخذ شوي صغير على الشمال لانه عدلنا الكاميرا، بعدها راح يتم طالع لفوق. عندي هون كل التفاصيل تبعت الماتيريال بتبين، بتم نازل لحد ما يوصل ويلف راسه على الشمال. هيك بكون عمل الفيديو مباشرة انتهيت أنا منه. بقدر أجي أحكي له سيف موفي، حبيت إني أعمل سيف للموفي، بحكي له اطلع عندي ياك يا مجموعة إيمجز. خلينا هاي السنجل أول مرة أنا بنتبه عليها، الإيمجز أو الإم بي فور. إذا كان عندي ام بي 4 بحكي له الفاينل اوتبوت كواليتي، بدي الاوتبوت النهائي يكون عندي مثلا برودكشن كواليتي everything اون، يعني يكون 16 اكس انتي الايزنج. طيب ماشي، يعني بحكي له خذ لي كواليتي جدا جدا عالية تكون موجودة. وإذا حكيت له فريمز بير سكند خذ لي 30 فريم بير سكند، ما توقعش انه في واحد راح يضطر يطلع على 60 او 200 الا اذا كان الفيديو جدا بالغ بالكواليتي تبعته. الريزوليوشن اللي انا بدي اختارها تكون عندي 720 بيكسلز، يعني مش 1080، مش راح تكون الكواليتي السوبر هاي، خلينا نحكي منطقية 720. بالنسخ القديمة من لوميون كانت عبارة عن نجم، 3 نجم، يعني فكنا نعطي تشوز ريزوليوشن نعطيها نجمتين عشان يعني ميديوم. فريمز تكون عندي 30، والفاينل اوتبوت كواليتي كنا نعملها مثلا تكون عندي نجمتين او 3 نجم، يعني مش تكون بارقام او باوتو. اذا حكيت له بدي اياك بدل ما تحفظ لي اياه كفيديو كام بي 4 لانه ممكن يطول شوي صغيره كفيديو، بحكي له تحفظ لي اياه كمجموعه ايمجز، بيحفظ لك اياهم مثلا، بحكي لك انه انت الفيديو عندك مدته دقيقتين 30 فريم كل سكند، يعني كل ثانيه في 30 صوره، دقيقتين حوالي يعني 120 ثانيه ضرب 30 بيطلع لك مثلا 1000 وكذا صوره، بحفظ لك اياهم فولدر، فانت بتحطهم على السوني فيجاس برو او موفي ميكر وتعمل منهم فيديو. بس هاي الطريقة بحسها أنا جدا طويلة، وبحب إني أشتغل بس على MP4 وأحكي له ريندر. أول ما أكبس ريندر راح يبلش يعمل ريندر للمشهد، بس هون بحب إني أنبه وهو عماله بعمل ريندر أوعك تصغر اللوميون لأنه راح يعمل كراش والريندر راح يروح عليك، يعني مش راح يحفظ الريندر، فنسبة كبيرة جدا راح تضطر تعمل ريستارت للوميون. فديروا بالكم كتير كتير من الموضوع، ياما صارت فينا وخربت لي الشغل. هيك بالنسبة لموضوع الفيديو بكون انتهيت منه البيسكس تبعته. إذا كان في حبيت أن أضيف بس إضافات صغيرة، بقدر أخذ أن أعمل ريندر هاي هون من الانتاير موفي المشهد ككل، أي فلتر موجود بقدر أحكي له ريموف، أتخلص من الفلاتر، لأي كليب موجود. وهيك بكون بحكي أنه يعطيكم العافية، أنه الدروس كلها رح تكون موجودة على الجروب البيج الخاصة.
وبرضو على الجروب. السلسلة من واحد لحد هلا موجود عليها لحد سبعة، هيني برفع بالفيديو الثامن، المفروض انه هلا خلص يعني يجهز. ان شاء الله بتم لنا كمان درس او درسين. هيك بحكي لكم، يعطيكم الف عافية، والسلام عليكم.